الو، عليكم السلام. صافا الحمد لله، انت بخير؟ علي صوتك اختي واحد شويه عافاك. الله يكبر بيك. شكون معاك؟ الحمد لله. ويس منين؟ من النرويج. اها، شحال في عمرك؟ 25. الاصل ديالك من المغرب منين؟ من تاونات. اوكي، من باغا دير التيست؟ واخا غير نبدا المعلومات ديالو ونهضروا على فيها. شنو سميتو؟ لا، غير الاسم، الاسم ضروري حيت الناس اللي كيتفرجوا فهمتي ضروري خصهم غير الاسم. اوكي يلا، دابا شنو باغا تقولي؟ عبد الاله. اش من مدينه؟ اش من مدينه عبد الاله؟ ها، ما سمعتك. فاس. فاس شحال في عمره؟ شحال في عمره؟ 32. ها، شحال نمشي معاه؟ كنتي تزوجتي وتفارقتي معاه، ومني تفارقتي مع راجلك طلقتي انت وراجلك رجعتي انت معاه. الله، اه يا عبد الاله، غتبقى في المغرب؟ انا كان اخوت تقطع عليها التليفون. شبه ليكم صنعوا عليها، لا تنديروا هذا الخير، هذا اجر زويون هذا بلاتي. والله الا هذا فيه انترناسيونال تصدمت انا، كنت باغي نبقي نوصل الصنينة. عجب، لا نعجب. تقال لك الصول، يلا فتي النمرة بالزربة هذا كاع، ما عارف انا واش فيه تلقيتها فيه. 06 سربي 06 سربي اختي، انا سمعت عليك هذا التليفون كاع معباش. اها 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 عاوديها من الاول ووضحي الارقام. اها اها 75. اوكي، المهم الا مشات تقطع دخلي اللايف. تبقى فاس، تقولوا فاس حكم العالم. احنا نشوف الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا، سي عبد الاله هذا، احلى تحيه لك استاذ. صافا سيدي بخير؟ العائله، الاحوال، كل شيء مزيان اللهم لك الحمد. ياك ما كاينش شي ديرونجمون ولا سمعت عليك في هذه الوقيته هذه. الله يكبر بيك، نقدم لك راسي معك السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. ديجا تفرجتي في اللايفات ديالنا ولا لا؟ مرحبا مرحبا السي عبد الاله، نهار كبير هذا. السي عبد الاله، مدينه فاس، العمر ديالك 32 سنه. وي سيدي كتسمعني؟ مرحبا. الله يكبر بيك السي عبد الاله، هذه واحد البنت من مدينه فاس اتصلت البرنامج ديالنا، هي اللي عطاتني الرقم ديالك وهذه المعلومات باش نتصل بك. قالت لي بلي نتوما في علاقه حب مع بعضياتكم، هذه البنت كتحماق عليك وكتبغيك بزاف، شكرا لك بزاف، واحد الانسان خلوق طيب، الله يعمرها دار، عمرها شافت فيك شي حاجه خايبه. اتصلت البرنامج ديالنا على اساس عندها شي اعتراف مع عمرها قدرت تقولها لك، وبغات تغتنم هذه الفرصه هذه من خلال البرنامج ديالنا، واتصلت بينا باش تعترف لك بها بواحد الحاجه اللي زوينه بزاف ملي قالتها لينا. هي حاليا معنا على المباشر في الاستماع السي عبد الاله، انا ندوزها لك. اوكي مرحبا. قول لي السي عبد الاله، كون ما ندوزها لك، شكون هذا الانسان اللي جات على بالك حاليا؟ شكون هذا الانسان اللي ساق لي عبد الاله القلب ديالها؟ تفضل نونو. بالصحة سي عبد الاله، حاشا من عند الله واش يكون هادشي تفليا بلا ضحك. انا غندوزها لك على المباشر. وي قبل ما ندوزها لك، شكون هي هاد الانسانة هادي؟ زعما
شكون هي هذه الانسانه؟ انت راك عارف دابا شكون هذه الانسانه اللي غندوز لك. الله يخليكم بعضياتكم بعدا ويكمل عليكم بخير. الله يحفظك اخويا. دونك الاسم ديالها اللي هو وي غادي ندوزها لك، غير هو ضروري تكبر بها كما كبرت فيك، فهمتي؟ ضروري تعطينا الاسم ديالها. تفضل تفضل سعد. إله نعم الحبيب. اسم ديالها إذا كاين شي إحراج عطينا غير الحرف الأول، ماشي مشكل. الحرف الأول من الاسم ديالها. الحرف الأول حرف أ. فعلا السي عبد الاله حرف آه. انا غادي ندوزها لك، ها هي كتسمع لك دابا. دونك عطينا السي عبد الاله الاسم ديالها كامل. غير زيد دابا، غير قول راه هو هذاك الحرف الاول ديالها. كنشكرك الله يكبر بك. دونك الاسم ديالها كامل الا بغيتي، ما بغيتيش انا راه هي كتسمع لك تكلم معها. اوكي الله يخليها لك. قالت لنا بلي موعدها بالزواج بصح؟ ها هي معك، تكلمي معها اختي، تكلمي معها. شفتي؟ يا شفت العافية. ماشي مشكل. عالية. عافينا غزال. ألو؟ سعد إلى. ايوا هذيك تبقى فاش قال لك النرويج فين فين بغيت تمشي فين قال لك النرويج نعم سيدي اجي نطمئنوا على الاخت والله لفتي البلاكه ديال لا تنسى حاكم العالم راه حاكم العالم باش تبقى فيها ماشي تخرج منها. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. على النمرة ديالو نصنعو عليه من داك التليفون حيت فيه غير المغرب باقي على 06. ها صافي مشاو. دابا الله يلا رجع لي فولي مسكين. الله بغينا نشوفو بحال واه. الله يحفظك اخويا والله يسهل عليك. امين. الله يكبر بك اختي العزيزه. والله العظيم اثيره عندنا دابا هذه جوج غنخلينا خويا بلا ما كنبقى نتبعها كل ليله وما شتوش انا والله الا كنقول اليوم ما نديرش اللايف حتى راه عطيتنا هو لا فاتيك بزاف حق الله العظيم الا كنعيا بزاف، ولكن في وجهكم نتوما هذا الولف اللي ولفتكم كنقول هانيه. الله هذا الشيء ديال اللايفات صعيب ولكن والله العظيم انت ضحكتيني. لا قال لك بغي يمشي للنرويج. اي شتي نهار العظيم اش غادي نديرو معاه دابا؟ شناهو الحل ديالو دابا؟ مشكلة صافي والله إلا مشكلة بقى فينا الزغبي. والله يدير ليه شي تاويل. الله يدير ليه شي تاويل بخير. آمين أخويا الله يسهل عليك. آمين. يلاه يلا مرحبا بك. ملي غنبغيو نبداو البرنامج ديالنا ديال التعارف من اجل الزواج ويجي يكوني من الحاضرين. بلاش واجد. ها كاين السكر ما خافش عليك تنسي حافظه صباري الزوبيه. لا والله يسر لك اختي العزيزه. الله يسر لك اختي العزيزه. احلى تحيه لك. مرحبا واهلا مع السلامه. باي باي. مشاو الوريقات مسخطي يا ميساج.